جينا اليوم باش نشوفوا هذه المنطقة اللي يعني اللي كنشاهدوها، ماشي زعما غير تنسمعوا عند الناس، يعني كنشاهدوها حتى هنايا على منطقة بوغا، فريق لي من الناظور اللي كيتحكم فيها البرلماني. برلماني يعني اللهم إن هذا منكر، انهب على عباد الله كلها، ادى لهم رزقهم، ادى لهم الارض على حسب ما شاهدنا الاخوان ديال الجاليه ديال الخارج، حتى هما ادى لهم رزقهم، المقلع دار فيه المقلع، تيدير الرمل، وانتم كتشوفوا حتى هنايا كاين سميتو، كاين المقاليع ماشي غير مقلع، مقاليع كاين هنايا بوغفار. واش مياه والغابه، ويعني الناس اللي مسؤولين واش ما كيشوفوش ولا ما كيسمعوش ولا حتى هما متورطين؟ ولا يعني حنايا كنعيشوا العهد ديال سيدنا ديال صاحب الجلاله الله يخليه لينا الله ينصرو، محمد السادس الله يحفظه لينا. في الحقيقه حنايا محتاجين الزياره ديال سيدنا تستمر، يعني ولو تكون شهريا، ولا يسكن معنا كاع. حنايا بغينا الزياره ديال سيدنا تستمر، لان ما هذا الشيء منكر عندنا هنايا في بوغفار واقليم الناظور. نزل علينا محمد بركان، راه ظلمنا، كلنا رزقنا، كلنا الارض ديالنا، راه ظلمنا، قال عنا الضو دخلها في السبت يصبح بالحد، الناس كانت كلشي ناعسه، دخلها في الليل، حنا بغينا هذا الضو تقلع، ما تبقاش هذا الكابل خصو يتقلع، ما يبقاش، وحنا نطلبوا الملك يهز علينا محمد بركان، حنا بغينا حقنا، بغينا الارض ديالنا، بغينا الملك سيدي محمد السادس يدافع علينا ويفد علينا محمد بركان. هو اللي كيدير كلشي. الشهود اللي عنده كلشي ولاد عمو، الشهود اللي عنده ختين وعاقين حكمن غارز المحكمة، هو اللي كيدير، ما يحسب على القيد، ما يحسب على العامل، ما يحسب على كلشي، هو كيقول لك كلشي ديالي، ما نعرف هذي مجنون ولا، راه في بالي راه مجنون هذي، واحد اللي ما يستعرف في المخزن راه مجنون. شنو هي الأسباب اللي خلتهم يهددوك بهذا القتل أو كيقولوا لك بعد البرلماني ومحمد أبرشان؟ نعم اسيدي، كاين يهددوني على هذا الشيء، لان كياخذ الرمله من الدوار ديالنا، الوقت اللي دار الرخصه من هذا الدوار، جاب صحاب اللجنه تازو من واحد الطريق ما كيبانو غير واحد ربعة ديور، ولكن الطريق اللي كيدوزو منو الشاحنات، الى بغيتو تصورو ولا شي حاجه، راه كاين شي 80 دار اللي قريب الطريق كيدوز بجوج دواو. السلام عليكم. السيدة بركان خدامين في واحد الورشة تما، وجات عدى علينا، جات يقطع الكابلية ديال الضو، جيت أنا عندو كنقول ليه علاش تقطع الضو، جا هكاك، جا هو وربعة بيهم، جاو تكرفسو عليا، ملي هو جا معاهم جوج البوليس، هاديك الساعة مشى هو دابا بغى يضربني. شنقني وجا خوه بغا يضربني بالعود، هذيك العود اللي كان غادي يضربني به، حاولت انا باش نبعد راسي، جات خوه من بعد مشى دار طيحني. هاد السيد هذا يعني باش واش ما كاينش اللي وقفوا على حده، ولا يعني هاد الشيء راه منكر، هاد الشيء اللي كيدير هاد السيد هذا البرلماني هذا، يعني هاد الشيء راه كيفاش كما كنشاهدوا حنايا وكنشاهدوا على حسب عباد الله اللي ادى لهم رزقهم، يعني هاد الشيء راه منكر، هاد الشيء راه خصو اللي يوقفوا على حده، يعني منكر كل شيء، نهب على عباد الله وداك الشيء، راه زعما هاد الشيء راه حرام، حرام الانسان يسكت على هذا الشيء، راه داك ما خلينا فين بلغنا به، وكل شيء كيسمع وكل شيء كيشوف، وتيقول لهم لقد رضي الله على المؤمنين. كيفاش لقد رضي الله على المؤمنين؟ علاه قارون ما كانش عطاه ربي العالمين رزق؟ واش سميتو الاخر فرعون ما كانش عطاه ربي رزق؟ ولكن غادي تفرجوا غادي تشوفوا الله سبحانه وتعالى اش غادي يدير في هذا، غادي تصرى ليه اكثر من قارون، اكثر من سميتو من فرعون، ويعني هاد الشيء اللي حنايا اللي كنشوف، انايا كنشوف شارون مات في تل ابيب، وحنا عندنا شارون يلاه تزاد، يلاه تزاد شارون حنايا عندنا في بوغفار،
يعني هذا الشيء منكر، هذا الشيء هذا ما كاينش، هذا تيدعي بالقوه، تيقول لهم ندير لكم عباد الله، حرق لهم الزيتون، حرق لهم الاخر، الغابه قطعها، حنا كنموتوا على الغابه، كنموتوا على الشجر، حنا سهمنا كاع، عطينا الاراضي اللي جديه عطيناها المياه والغابه، وهذا السيد هذا تيقطع وتيبني، هادشي راه منكر، هادشي راه تما تشوفوا هذوك العيالات دا لهم رزقهم، هاد السيد اللي عايش في الخارج دا ليه رزقه، والناس بزاف ديال عباد الله ينهب عليهم، راه باش هادشي راه حرام. الاضافه عاوتاني كاين فيها ذاك النقل المدرسي كيخدم يعني كيخدمها لمصالح شخصيين، يعني كيخدمها لمصالح شخصيين لاغراض ديالو هو السياسه ديالو، يعني كي حتى من سميتو من لامبيلونس كيدي بها البراوات الخدامه، يعني كاع داكشي اللي كيقول في العماله تيقول لهم راه درت راه عندي هذه عندي هذه عندي هذه ديال داكشي، كلشي داكشي ما كاينش منه، يعني كاين حتى من الوزاره، كيفاش كيقول الناس ديال هاد الناس هادو اللي ساكتين، هادشي اللي كنستغرب انا على هادشي اللي كيقول لهم، تيقول لهم راه تتكذبوا علينا، كيفاش واش هو اللي تيكذب ولا تيكذبوا الوزاره التجهيز؟ احنا كنعرفوا الوزاره التجهيز وذاك الناس محترمين وما تيقول لهم تتكذبوا علينا، وهو شكون اللي غادي يحاسبوا على هادشي؟ شكون اللي كيحاسبوا على هادشي؟ هادشي ديال سميتو ديال النقل المدرسي وهادشي ديال لامبيلونسات وهادشي اللي كيخدموا من الاغراض تيقول لهم درت راه دار تيدير الشركه ديال راسو. وبالاضافه عاوتاني كاين القضيه راه غادي تجي الانتخابات غادي تجي في الموسم ديال يعني في العيد الاضحى، يعني وردوا بالكم هاد الشيء راه وقع عام اللي فات، راه دار لهم سميتو الضعفاء كيستغلوا الناس ديال الضعفاء تيديروا لهم الحواله، وعاودوا لنا الناس اللي كنعرفوهم يعني كيقول لهم قسموا اليمين، واش هذه هي دوله الحق والقانون؟ تيقولوا لهم قسموا اليمين على القران، كيحط لهم القران تيقول لهم دير يدك على القران بينما غتصوت عليا انت وولادك والعائله كامله، وعاد غادي تمشي تاخذ الحولي. هذه هي الدوله الحق والقانون والحريه، هادشي راه يعني ما كياخذوش العقل، هادشي اللي كيدير هاد السيد هذا. حنا كنطلبوا من صاحب الجلاله من سيدنا الله ينصرو، هاد السيد هذا خصو يتعاقب على حساب الشهادات ديال الناس، راه حنا ماشي كنهضروا غير هكاك، راه ما كنجيوش حنايا نجيو تنظلموا عباد الله، وعاود ثاني تنقولوا لهاد السيد هذا الله يهديه، تنقولوا ليه يعني راه باب التوبه راه كاينه مفتوحه، راه يعني راه الانسان الا بغى يتوب يرد الرزق ديال عباد الله ويتوب الى الله سبحانه وتعالى غادي يعفو عليها الله. قطعوا الشجر باش تيديروا الطريق، باش يديروا الطريق فين يهزوا الرمله، يعني النهب يعني مباشرا، يعني لا سكوت عليه، يعني هذا الشيء اللهم ان هذا منكر. ها انتم كيقطعوا الغابه وكيدخلوا كيهزوا الرمال، ويعني هذا راه سلام مع بوغافر سلام معاه.